الله يخليك. قول لي يعني احنا جيل واحد. أوه. يمكن انا اعجز حبه. لا 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 بس انا بقعد افكر والله بجد معاك بصوت عالي كده، حتى واحنا بنكلم بقى الولاد اللي هم سن عيالنا، الولاد الصغيرين وكلام من ده. هو احنا كنا بنشوف 6 اكتوبر ازاي، والولاد دول بيشوفوها ازاي؟ انت كنت بتشوفها ازاي؟ لا ده انا كنت بحتفل. اه والله بتكلم بجد، وكنت اقعد كده اعيش مع كنت طبعا لحد الحقان. انا يوم 6 اكتوبر اجيب الرصاصه اللي زالت في جيبي، لازم مش هحس ب 6 اكتوبر من كنت ما اشوف الاستاذ محمود ياسين واتفرج على الفيلم واعيش. طبعا ما كانش في امكانيات زي دلوقتي، يعني لما عملوا الممر كان الامكانيات اكتر طبعًا. يمكن بس طبعا استاذ محمود ياسين لما ببص في رياكشناته وهو في الصحراء وبالطرده مش صدقني والله العظيم لو قلت لك اني انا لما رحت زمان قوي 97 العريش ومعديت كده فشفت دبابات من طب والله العظيم ثلاثة تمنيت ان دم يسيح على الارض دي، والله بكلمك بجد. وكنت دايما احب حصة الرسم يوم 6 اكتوبر علشان هنرسم حاجة عن 6 اكتوبر والعبور، وانت عارف طبعا دايما حياتنا كانت كده. وطبعا الرسمة دي كانت بالنسبة لي كنت اجيب علبة الالوان، طبعا انا كنت في الصعيد فكنت اجيب علبة الالوان، كنت اقعد ادور بقى على الوان كويسه جدا عشان ارسم الجندي بالممول اللي هو بتاعنا الاصفر في البني. ايوه فلا طبعا كانت بتمثل لنا حاجات مهمه جدا. اتمنى استاذ الجيل ده يكون بيمثله اليوم ده بيمثله نفس الحكايه دي، يبقوا قادرين يفهموه.